معقول بس أنا المستغربة من اتهام كانت هيك بدون سابق إنذار عائشة؟ كانت ولا غيره، خلصنا إكيم. تحقيق لازم ياخد مجراه والمجرم أكيد رح يتحاسب. وإنتي وليلى خلصونا بقى من هالمشكلة. عائشة معها حق، وأنا كمان هيك عم قول. رح قوم هلأ وروح جيب ليلى لهون ونحكي ونحل لهالقصة بقى. ايه يلا. مين رماها لهي؟ أنا رميتها. لا أنا رميتها. لا أنا رميتها. أنا اللي رميتها، شو بك؟ أنا رميتها. أوبس، أنا يلي رميتها. بالله عن جد؟ أوزان؟ وكيف رميتها وأنت داير ظهرك؟ شو يا حبيبي، كأنك عايش دور الرجولة اليوم، ما هيك؟ بس خليني ذكرك، لا تنسى أنت مع مين واقف. رعبتني اليوم، بلعته لهذا الدور. لك شو عم تخبص ها؟ برأيي تنتبه على حركاتك أكتر حتى ما يجوا ياخدوك مثل رفيقك. تذكرته الحلو؟ شو بدك يعني؟ تخبر علي مثل ما خبرت على ميليسا وكانت اليوم؟ برافو، معجب بذكائك. شو عم تعملوا انتو ها؟ بعد نزل ايدك، نزل ايدك عم بحكي. انتو شو بدكن منا؟ خلصنا عم نعطي رأينا باللي صار ولا ممنوع؟ اجوا اخدوا رفقاتنا من المدرسة، بدك نضل ساكتين؟ اسمعي على هالحكي ايكي وطالع لهم يحكوا. لك انتو بلا اخلاق، لما تهجموا علينا انا ورفقاتكن وين كنتو حضراتكن؟ ليش ضليتوا ساكتين؟ شو كنتو عم تعملوا؟ هلأ شو قدرانين تعملوا؟ كونوا بشر لمرة واحدة بحياتكن، اسمعوا لعلكن، وإذا ما فهمتوا حكي أنا هلأ رح أشرح لكن. إن شاء الله فهمتوا. إن شاء الله. إن شاء الله. عيونه شو صار؟ بكر، شو بدك ببكر؟ ها؟ خلصنا، خلصنا. كونوا بشر لمرة واحدة، بس مرة. أنا آسف جيدة، آسف حبيبتي، ما كان قصدي، حقك علي. اتركني روح من وشي. جيدة والله أنا ما كان بدي أعمل هالشي، فيكي تسمعيني؟ شو كان بدك تعمل؟ ليش عم تعمل مشاكل؟ هلأ صرت تعتبر هدول الخناقات رجولة وقوة شخصية؟ شبك جيدة، ليش هيك عم تحكي معي بهالأسلوب البشع؟ اسأليهم إذا مو مصدقتيني، هنن يلي بلشوا وأنا رديت عليهم. بس مفكر حالك عم تعطيهم درس وأنت كنت عم تصغر حالك وتصغرني معك بكر؟ لا جيدة، شو علاقة هاد بهاد؟ ليش انتي ما بتعرفيني شو طبعي؟ يعني من زمان وانا ما برد عليهم وبضل حابس هالشي بقلبي لانه بعرفك ما بتحبي المشاكل. شبك جيدة ليش ساكتة؟ انا كنت عم اضحك وامزح، بس انا مخنوق، ما عاد فيني اتحمل اكتر، خلص تعبت، بكفيني زل. وانا حبيتك لانك ما بترد على هدول القصص، ومشان هيك مرتاحين ومبسوطين مع بعض. بس هلأ انت صرت عم تعمل مثلهم، وهذا الشي كتير واضح من تصرفاتك. جيدة اسمعيني بس شوي، خلينا نحكي. جيدة إن شاء الله صرتي منيحة. مو منيحة أبداً أوزان، ما في شي بخليني ارتاح هلأ. ميليسا شي طبيعي إنك تحسي هلأ هيك، يعني يلي عم تمرقي فيه مو سهل، بس نفدنا. خفت عليكي كتير وقت اللي رحتي. أنا كنت كتير خايفة. أنت ليش عم تحكي هيك؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ معقول خلي حدا يأذيكي مثلا؟ أنا اليوم بعد حبيبي أوزان، أنا مو منيحة بنوم، لا تحبني ولا حدا يحبني، أنا ما بستاهل إني أنحب. خليني موت وريح العالم.
sadan miliz ama neredeyse ters bir de sen gibi bakmıyor hiçbir beden. Yüzüme yağdırıp gözlerini canını yakıyor ama yine sözleri değil. Gösteri gibidir ha boşverirsin. Bayda sen! Melissa halas! Bayda halas Melissa bikeffi! Melissa tamam! خلص بكفي بكفي عجز نام اهدي ميليسا اهدي شوي ما رح خليك تروحي على اي مكان انا ما فيني اعيش بلاكي ميليسا تركني يا عزاد اهدي حبيبتي شوي خلص انا تعبت كل شيء رح ينحل اتحمل شيء بنوف مو قدرانة استوعب انه كانت صار يكرهني وما عاد بده اياني وخلص كان بدي هالشي من زمان لا ما بدي اياك تحكي هيك لا امتى بدك تضلي زعلانة كرمال شخص ما بيحبك كلامك مو صح مبلا مفكرتيني واحد مجنون ما بعرف انه هو كمان ما كان بيحبك بحياته ليش ما بدك تصدقيني انا من زمان بدي اياكي ميليسا من زمان كتير يا ريت قادر فرجيكي واثبت لك قديش انت مهمة بالنسبة لإلي يا ريت لو فيني كلكم بتقولوا هيك بالاول لحتى الوحدة تصير تحبكم عم تحكي لانه ما بتعرفي انت قديش بالنسبة لإلي شخص مهم وأنا كمان بحبك كتير وأنت كتير مهم بحياتي بس مو أكتر من رفيق رفيق مو؟ اطلعي فيني ميليسا اطلعي بعيوني انت شايفة هدول عيون واحد رفيق لإلك رفيق وبس اطلعي بعيوني شو شايفة لك أنا بموت فيكي طلعت شو يعني هالحكي قليلي شو عم تشوفي بترجاكي احكي شو شايفة مو شايفتك غير رفيق الولد يلي بنضل نتخانق أنا وياه من نحنا وصغار مو شايفة غير رفيقي واخي اللي بنعمل كل مصايبنا مع بعض ميليسا أول حادث لإلي بتذكر أنت كيف قعدت جنبي وصرت تذاكرني إني مو قدرانة أتحرك شايفة شريكي بكل شي حلو وبشع شايفة أخي اللي بضل واقف بظهري لو شو ما صار وخلص أنا ماني أخوك أنا بعشقك تمام انسي الماضي وقتك إن أولاد أنا بدي أكون معك هلأ ميليسا أنا بدي أكون جنبك وكون إلك لا تقولي لا لا تهزي براسك لا تقولي لا لو سمحتي لاني ما رح اقبل ما رح اسمح لك تكوني مع حدا غيري اوزان لو سمحت انت اللي ضليت بحياتي ما بدي اخسرك كمان بترجاك لا تضغط علي ميليسا ما في حدا هون؟ تفضل كان بدي السيد خليل مانو موجود شو بدك منه أخي؟ ولا شي كان بدي أحكي بشغلة إمتى جاي؟ ما بعرف ما بعرف وين راح أصلا طيب بما اني اجيت رح اخذ بارفان سمعت عن بضاعتك كتير ما عندي عطر بيناسبك بالمحل هون يلا ليش بدي اشتري بارفان وبدي اخذهم كلهم كمان ما بدك تبيع نحن بطلنا نبيع يلا امشي بطريقك واختصر مشكلة على حالك شو هاد انتو يلي رتبتوا الفيلم هداك الوقت شو هدفكن منه بدكن تنصبوا لي فخ بلا تخبيص امشي من هون يلا فخ شو هاد خير اخي ها شو صاير هون خير في احتفال بالمحل ها ما في شي اخي عم تقول ما في شي بما انه ما في شي يلا لكان انت روح شوف شغلك جوا وانا بتصرف وبشوف شغلي هون يلا امشي خير شو عم تعمل عندي هون بالمحل مو المفروض هلا تكون بالمخفر وعم يتحقق معك ها مو انت اللي عملت هي؟ جاوب الفيديو اللي انت مصوره والبصمات انت اللي حطيتها جاوبني ليش خرجت لك؟ نقلع لبرا طلع من هون نقلع عمل لك علع اترك ايدي واحد كذاب بدك تحكي وتوضح لي كل شيء فهمت؟ وليش لوضح لك؟ مين مفكر حالك لحتى اتعاطى معك شو عم تتبلاني؟ منبلش من المصاري اللي اخذتها عن اي مصاري عم تحكي؟ كل حدا بيجي بيحكي بالمصاري وبده ينصب علي خليل خير عمي عمي اهلين فيك تعال تعال لهون
هلا بخبرك، الشخص يلي ضرب ليلى وهرب جاي لهون على منطقتنا يتحدانا ويتفلسف علينا ويقول عم نتبلى. والله ضربت البنت جاي على منطقتنا بكل عين وقحة، ما بتستحي على حالك ولك؟ شو ما عندك حياة بنوب؟ قليل أدب. مو أنا يلي ضربتها. ما الحادث صار قدام عيننا، بتضربها للبنت وبتهرب؟ عن جد إنك واحد بلا ضمير، أنت واحد ما عندك ذرة رجولة. قلت لكم مالي علاقة بالموضوع. طلع من هون، روح أحسن ما أعمل لك قصة وأفضحك. شو عم تقول أنت؟ فهمني. تعالوا يا جماعة ركزوا، الشاب يلي كان مسؤول عن حادث ليلى أختنا بكل وقاحة إجا لهون وليك وقف قدام المحل. أنت شو عم تخبص ولا؟ البنت جاي لهون بعين وقحة. شو جاي يعمل هذا هون؟ يا عيب. عن جد واحد وقح. شو هالعالم هيك؟ واحد بلا ترباية. روح أحسن ما تكون ما برتك بهالحارة. مين هو؟ يلا روح. أي واحد؟ أنت كيف فيك تجي لهون؟ أنا ما عملت شيء، والله ما عملت شيء. شبكون؟ أنت يلي ضربتها، أنت يلي ضربتها لحفيدتي وتركتها على الأرض وهربت يا واطي. آخ يا الله، بلا ضمير. الله يلعنك، بتستاهل. شو ما عملوا فيك؟ استعجلي يلا، وشاي على الحارة بكل وقاحة. شوي. الله يلعنك واحد خطير. لك أنت ما بتفهم. لا لا ما عملت شيء أبدا. يا شباب أنت ما بتستحي على حالك. أنت اللي ضربتها لحفيدتي. بكفي يا ربي، بكفي بقى. خلص الكل يسكت لو سمحتوا. كان عتمانه سيء، أنا بعرفه هو بيكون. بيكون رفيقي بالمدرسة، مو هو يلي ضربني، أنا متأكدة. تعالي يا بنتي، تعالي. امشوا. تعالي يلا خالتي بكفي. امشوا. ما تواخذني. أنا عن جد بعتذر منك باسم الكل. أنا بعرف كتير منيح إنك مانك مثل ما عم بيقولوا. وينك أنت؟ شو بالبيت؟ إيه؟ نحن ضروري نحكي. أنت وين طيب؟ وين بتقول؟ أنا ورا حديقة بيتكم. هالمرة أنت يلي بدك تجي. شو هربتي من المدرسة؟ اي هذا اليوم خاص، لهيك ضروري اني احكي معك، بس بشرط لا تقاطعني. تمام؟ تمام. بالبداية كنت ماني طايقتك، بس هلأ يعني الظروف انه بشوفك كتير وهيك، وانه من وقت حادثة لليلى كنت اعتبرك انت المذنب، وحتى لما شفت القناع بغزانتك شكيت فيك أكتر. يعني هلأ شو؟ شو صار؟ اتفقنا تسمعني وما تقطع كلام. تمام أنا آسف. هلأ أنا صرت واثقة أنه ما لك علاقة، بس برأيي اختاروك أنت الضحية. أنا بس بدي أفهم أنت مين عم تحمي وكرمال مين عم تعمل كل هذا الشيء. لا تسكت لحدا كانت. مو قدران، مو بإيدي. طيب ليش كانت؟ يلي عم تعمله ما له صح. تحقيق العدالة كله بإيدك. وضع لليلى واضح للكل وما رح نقدر نغير شيء منه. برأيك ما صار الوقت لحتى يتحاسب يلي ضربه وهرب؟ ليلى وضعها كتير خلاني مقهور عليها، عن جد عم بحكي. بعرف بعرف، أنا مصدقتك والله، بس هذا الشيء ما بيكفي. كانت أنا بفهمك منيح، طريقك مسكر،
يمكن كرمال تحمي رفقاتك كمان و... ومين بيكونوا؟ ميليسا ما؟ هو أوزان؟ ولا كرمال أخوك عزيز؟ أنا ما كان بدي كل هالقصص توصل لهون. شو كان بدك لكن؟ اتنيناتنا منشبه بعض إيكيم، منحمل هم غيرنا على كتافنا، وكمان منحس بعذاب الضمير. أنا كنت حابب كون أناني، وهيك بصير بلحظة وحدة بضعف وما بعمل غير يلي بيقلي قلبي عليه. وإنتي شبني؟ ما تعبتي من هالحالة؟ ما بدك تعملي شي كرمال مستقبلك؟ يلا إيكي، ما ضل معك وقت كتير لحتى تنبسطي. يلا. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmak istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim. Geri gel desem, bulurum seni bana gelmesem de. Eminim beni yere sermesen, olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen. Ben aşkına müptezel, bu his kara büyü gibi üstümde. Yüzüme gülmesen de olsan da hayli müşkül pesent. Bil ki artık dönüş yok, bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmak istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim. Geri dönmem de duramadım bir beş dakika, söz verme. Yapamadın sen en baştan, sevsem de çekemedim bir daha baştan. Ama yok istemez artık inancım kalmadı aşka. Kusura bakma yapamam, kimileri gibi küçük hesaplar. Şu kedi sıtınaklarını yüzüme saplar. Artık yok gibi sonu mutlu masallar. Vur beni vur yüzümü saklama. Kalk gidelim çekip uzaklara. Tüm bildiklerini camdan at. Gel sürelim senin de saltanat. Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Yok yok yok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim. اجيت، البانكيك صار جاهز. جهزت الطاولة، يلا عود. كانت انت منيح؟ شفتك شارد شوي. الماضي اللي عشناه كان كله قاسي وصعب، كله كان خناق، وإذا ما لقيت حدا أتخانق معه بخانق حالي. وهلأ بس شوفك بنسى كل همومي، عن جد بنسى كل شي صار. وما بيضل غير عشقي وحبي إليك. ما بعرف لوين ممكن يوصل، المهم انتي معي.